يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التطهير بالعوامل المسمات بالطبيعية كالشمس والريح هل هي معتبرة شرعا؟ فإذا كان المحل ترابا مكشوفا أو أرضا مبلطة فتعرضت للشمس أو الريح، فهل تزول النجاسة الواقعة عليها سابقا؟ إذا كانت هذا في البر والأراضي التي تطرقها الشمس والريح، فإذا زالت النجاسة نهائيا ولم يبق لها أثر فإنها تطهر بذلك، لأن المقصود زوال النجاسة. فإذا زالت في هذه الأشياء ولم يعد لها أثر فإنها تطهر بذلك. وأنت لو جيت محل لازم تقول بشوفه خافن به نجاسة، خافن به نجاسة، ما نمصلي به يصير معك وسواس. ها الأصل الطهارة والحمد لله، الأصل الطهارة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذا رأيت نجاسة فلا بد من إزالتها أو تجنبها. ما ترى نجاسة صل، الحمد لله. نعم.